الهيجان اللي كان حاصل والعاصفة، أنا حاسس دوت في ودني دلوقتي، أنا حاسس دوت بقوة في ودني دلوقتي ومأثر عليا ومأثر على أمور كتيرة في حياتي، لكن أنا جاي النهاردة وجاي أقولك أقف بين يا رب وبين كل زوبعة. من فضلك أطلب دوت من الرب النهاردة، أطلب دوت من الرب بقوة وبثقة أنك هتاخد كده، وقول له يا رب أنا عايز ودني تتحط على قلبك النهاردة، وأنا برنم الترنيمة ديت أشجعك وأشجعك. رنم معايا بثقة أن وانت بتقول الكلمات ديت أنت بترتاح، أنت بترتاح في اسم المسيح. بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك، وأغني فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذ هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وكلها، خلي بالك وخلي بالك، كل إحساس بيبوسة، كل إحساس بيبوسة أنا وإنت حاسين بيه بسبب مهما كان إيه السبب، مهما كان إيه السبب، الرب عايز يفتح عينينا النهاردة وينبهنا للأمر دوت. فقلت يا سيد رب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وكلها. لو سمحت اعرف واعرفي النهاردة أن أنا وإنت لينا دور على العظام اليابسة. لو أنت حددت مكان حاسس أن في يبوسة في حياتك، الرب النهاردة بيأمرك ويأمرني أن إحنا نقول للعظام اليابسة دي أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب.
أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عزبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. لو سمحت، لو الكلمات ما وصلتش جوا قلبك في اللحظة اللي فاتت دي هعيدها تاني. الرب قال كده: هانا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. لو سمحت اتشجع بالكلمات دي النهاردة، وتشجعي بالكلمات دي النهاردة، واعرف لو بتصلي الحاجة قديلك فترة طويلة وما فيش أي حاجة بتحصل، الرب النهاردة بالسلطان اللي موضوع فيك وفيا وانت بتؤمر كل يبوسة هيحصل تحول في اسم المسيح النهاردة. صدق صدق من فضلك معايا الكلمات دي النهاردة. هنقول الكلمات في الترنيمة الجاية كده: أؤمر بالحياة، أؤمر بالحياة للقلب اللي مات يا رب. أمر بالحياة للقلب اللي مات، حتى الذكريات نسينا وشفينا. قادر بالعظام من كوم الحطام تخلق جيش لمجدك، انفخ روحك فينا وكر علينا ماضينا في دم المجروح. شدد ايدينا ارفع عينينا وانقص رانينا لنومة الروح. عشنا لروحنا وزادت جروحنا، راجعين لك سامحنا وفي قلبك بلنا نبيفة كفاية. عشنا للنفاية اكشف الخبايا، قدسنا وطهرنا اشرق علينا ايدك داوينا، استر ماضينا في دم المجروح. شدد ايدينا ارفع عينينا والنصرة لينا بقوة الروح. رجانا في ايدك وفي قوة صليبك، نادينا نجيلك عالمية مشينا، نتغير لصورتك ونفرح في قربك. ولو يوم ضعفنا من تاني تقوينا، اشرق علينا ايدك داوينا، استر ماضينا في دم المجروح. شد اللي جاية كده هنكون بنقول كده: كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. قولها وانت بتكمل اعلان ايمانك ان الاله الحي هو اللي صنع دوت على حساب الدم وقوة الصليب. موسيقى
بيعدي بأمور يعني متنوعة، والعالم كله بيعدي بأمور مختلفة، حاجات ما تعداش بيها قبل كده، ما تعداش بيها قبل كده، أحاسيس وأمور معينة الناس كلنا بنفكر فيها في الوقت دوت ما فكرناش فيها قبل كده، وما كناش ممكن نتوقع ان احنا حتى نفكر فيها. لكن من الحاجات اللي قريبة قوي لينا مثلا سواء هنا في أمريكا الفترة اللي جاية، فيها فترة انتخابات وفيها أمور يعني برضو بتبقى نسبيا عنيفة برضو شوية، محتاجين نصلي ونطلب بركة، نطلب بركة للبلد اللي أنا وإنت الرب ادانا الفرصة إن احنا نكون عايشين فيها، ونصلي كده إن الرب يلمس 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 كل هيجان، في هيجان، في حاجات عنيفة. أنا مش ماليش قوي في الأخبار، ويعني مش اللي هو فاتح الأخبار قدامي يعني على طول أو حاجة، بس أنا معرفش أنت إزاي بتتعامل مع الأخبار، لكن أنا بالنسبة لي كل ما الأخبار قلت كل ما يكون نسبيا كويس، يعني ممكن أخد نوجتس صغيرة عن الأخبار لكن مش بحب أتعمق فيها قوي. لكن اللي أنا متأكد فيه إن على مستوى العالم كله في توتر جامد، لكن على مستوى أمريكا بالإضافة للتوتر اللي في العالم كله بسبب كوفيد في كمان الانتخابات. الترنيمة اللي جاية كده نكون بنصلي وبنقوله بارك بلادي، بارك بلادي، البلد اللي أنا وإنت الرب سمح لنا إن إحنا نكون عايشين فيها، تستحق تستحق إن إحنا نصلي ونطلب من الرب إن هو يبارك هذا البلد ويلمس العالم كله ويلمس البلد اللي أنت جاي منها واللي أنا جاي منها، ويلمس الحتت والناس الذين ليس أحد ليهم حد يذكرهم، الذين ليس لهم أحد يذكرهم. صلي بروح الصلاة والتعبد في كلمات الترنيمة ديت قدام عرش النعمة دلوقتي. العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحني لك تعترف باسمك يا فادي، روحك القدس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحني لك تعترف باسمك يا فادي، بالصليب بطرح ذنوبي باري وولادي، يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهر بلادي، بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة
دمي على ركبنا نرفع العلم السماوي للرب يجهز نفوسنا والعدو ويضربه خاوي في القيام على هتفنا نرفع العلم السماوي للرب يجهز نفوسنا والعدو ويضربه خاوي ينهض النايم ويسمع النداء انتم شهودي وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر بارك بلادي بارك بلادي تفتل صراخ قلوبنا ويرسل لينا المطر كلمتنا اللي جايه كده هتكون بتقول ما فارقنيش ما فارقنيش احسانك ابدا ما فارقنيش افتكر مش عارف اقول لك افتكر حاجه واحده حاجه واحده اكيد في كتير قوي 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 لو انت معاك ورقه وقلم وانا معايا ورقه وقلم هنغرقها الورقه والقلم باحسانات الرب علينا افتكر 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 وقول معانا الترنيمه ديت واحنا قدام الرب إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول يا أحبابي مرات شدت وانا وياك
بعض يا أحبائي، أنت قائدنا يسوع البار. قولها كده، قول له أنا مش عايز أمشي من المكان دوت من غير قائد. قول له أنا ممكن كان عندي قائد الوقت اللي فات، بس يمكن ما بقتش ماشي ورا القائد. قول له ما كانش فيه قائد خالص. قول له أنا عايز أمشي من المكان دوت النهاردة، وأنا ماشي وراك أنت القائد، بشاور عليك، لأن أنا مشيتي وراك يا رب هتوفر عليا حاجات كتيرة قوي لو مشيت ورا نفسي. قول له أنا عايز أنت القائد يا رب. أقف معايا لو سمحت، وقفي معايا بتشدد قدام الرب وإحنا بنقول الترنيمة اللي جاية، أنت قائدنا، وبعدها بشوق وحنين. كلمات الترنيمة ديت بشوق وحنين، وإحنا واقفين مع بعض بنختم وقتنا في محضر الرب بالكلمات ديت في اسم المسيح. قول له أنا عايز أعيش في السماء الوقت الجاي يا رب، عايز أكمل عيشة التسبيح دي يا رب، ما تبقاش بس وأنا هنا يوم الحد، لكن أكملها، أكملها يا رب، أكملها لما التلفزيون يطفي، وأكملها لما أمشي من هنا يا رب. قول معايا من فضلك بقوة الكلمات دي قدام الرب. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه مخلصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان
اسمع كلمة الرب على فم أنكل شكري. تفضل يا أنكل. صباح الخير. قبل ما نبتدي كلمة ربنا في بعض الإعلانات أو التنبيهات هنسمع الأول منها من أخونا جوزيف. تفضل. حابب بس أفكركم
بلبنان وبيروت، وانه الأسيس كلمنا الاسبوعين اللي فات عن الموضوع باستفاضه، فمش هطول، لكن حابب افكركم بس انه نشكر ربنا من اجل المحبه اللي وضعت في قلوبنا تجاه بعضنا البعض. احنا لغايه دلوقتي جمعنا حوالي 21,000. بشكر الله من اجل كل حد زي ما الأسيس كان بيقول بيحط كتفه مع لبنان ومع بيروت. حابب افكركم انه النهارده اخر يوم للدونيشنز والسبورت للبنان. النهارده ممكن يكون اخر يوم للسبورت المادي، لكن مش عايزين ننسى انه محتاجين مننا صلاه بدون توقف. مش لازم تكون لبناني عشان تحس باللي الناس بيعدوا فيه، لكن بصلي ان الله يحط على قلوبنا صلاه لبنان والشعب لبنان والحكومه لبنان وكل الناس اللي بتعاني. بفكركم لو هتعمل دونيشن على الويب سايت اونلاين انه تبعت ايميل للتريجر بتاع الكنيسه فادي، عشان يبقى عارف انه المبلغ ده للبنان، لانه للاسف اونلاين مفيش ميمو، مفيش مكان تكتب انه ده لبنان. فلو كنت حطيت فلوس قبل كده على الويب سايت اونلاين او عملت الموضوع ده اونلاين، من فضلك ابعت ايميل على treasurer@arabicchurch.org وقول لهم اسمك والمبلغ اللي اتبعت بتاريخ كذا ده للبنان مش لحاجه تانية. وشكرا لكم. طيب في بعض التنبيهات الاخرى. احنا ككنيسه بنشارك الاحبائنا هويدا ومحي ورامي ونانسي الانتقال والدة هويدة في مصر، السيدة شهيرة، وبنصلي ان ربنا يسكب العزاء لكل الأسرة سواء هنا في بوسطن او في مصر. الاجتماع الخاص او السيشنز الخاصة اللي بتكون للاباء والامهات الاسبوع ده هيناقشوا كيف تعلم طفلك عن الجنس. هيكون ده يوم الخميس من الساعة 12 الظهر لغاية 1:30 بعد الظهر، وحيكون كله ده على الزوم. فإذا كنت تحب تشترك أو تحضر أو عايز أي معلومات من فضلك اكتب ل parenting@arabicchurch.org parenting@arabicchurch.org. بحب أفكركم أنه يوم الحد الجاي إن شاء الله هيكون لينا نشترك في مائدة الرب. اللي هيجي الحد الجاي وهيعوز يشترك هتلاقوا بره باكج كده صغيرة فيها الخبز والكاس المايدة الشرب، وإحنا داخلين هناخد الباكج دي أو الكاس الصغير ده. اللي عايز يشترك هياخده وهو داخل، واحنا خارجين هيكون في سلة مهملات او كيس مهملات نرمي فيه الباكج ده يستعمل لمرة واحدة. من فضلكم بس اللي مش هيقدر يجي لحد الجاي او عنده قريب او صديق برضو مش هيقدر يجي لحد الجاي ممكن ياخد الباكج وهو خارج ويستعملها او يديها لقريبه او صديقه. من فضلكم بس بلاش ناخد شوية احتياطي زيادة لحسن، من فضلكم عشان العدد محدود. ولو ما حصلتش على باكج وكنت في البيت ومش هتقدر تيجي، يمكن تستعمل اي خبز، جزء من الخبز اللي عندك في البيت واي عصير عنب تقدر تستعمله واحنا على ستريمينج الحد الجاي. اللي يحب يقدم عطاياه للكنيسة فيها وانتو خارجين باكتس تقدر تحط فيها عطاياك، والموجودين في البيوت يقدروا يستعملوا الطرق الاربعة اللي كانت على الشاشة الحد اللي فات. خلينا نتكلم مع بعض النهاردة. عندنا موضوع جيولوجي هام، موضوع جيولوجي
وأنا واحد من الناس اللي كنت أكره الجيولوجيا الحقيقة، ولكن في كلمة الله موضوع جيولوجي. في من الأحجار صخور كبيرة وضخمة، وكان عندنا في مصر منطقة اسمها الدويقة. الدويقة دي كانت في سفح جبل المقطم، واللي كان يسكن الدويقة دي كانوا عبارة عن جامع القمامة، يعني باللفظ بتاعنا الزبالين اللي بيجمعوا الزبالة ويروحوا هناك ويفرزوها ويستفيدوا منها. فكانوا يسكنوا هذه المنطقة اللي هي الدويقة. طبعا كانت بيوتهم أي كلام، صفايح، بيوت مبنية كده تعبانة. وفي سنة 2008 وقعت صخرة كبيرة جدا من على المقطم ونزلت على الدويقة دي، ومات في هذه الحادثة. التقديرات الرسمية بتقول 70 لـ80، التقديرات الأخرى بتقول حوالي 130، وطبعا ده غير اللي تعوره. الصخور دي ممكن تكون كارثة زي اللي حصلت، لكن ممكن كمان تكون لها فايدة. إنسان يستطيع أن يختبئ داخلها، الطيور تضع أعشاشها، ونستفيد من هذه الصخور. لكن في نوع تاني من الأحجار بنسميه الزلط، والزلط أصغر كتير من الصخور وأملس، وده أحسن حاجة يستعملها العيال انهم يضربوا بعض. وعندنا في الصعيد في مصر، في صعيد مصر، يقولوا العيال بيزقلوا بعض بالزلط، يعني بيضربوا بعض بالزلط. النوع الثالث من الاحجار هو الحصى، حصى الصغير ده بنشوفه كلنا على شواطئ البحر وخصوصا هنا في امريكا، لكن ساعات ايضا الاطباء يشوفوه يا إما في الأشعة يا إما في الواقع لما يشوفوه في الكلى أو في المرارة. دول ثلاث أحجار من أنواع الأحجار. عشان كده هنقف النهاردة مع موضوع بنسميه لكم سر الصخرة والزلطة والحصى. سر الصخرة والزلطة والحصى. هنقرأ مع بعض من سفر العدد أصحاح 20، بيقول هذه الكلمات: فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجههما، فتراءى الرب لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لكم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمن بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب. ونبتدي هنا بسر الصخرة. سر الصخرة سميتها صخرة العصيان، صخرة العصيان أو صخرة عدم الطاعة.
نقرا هنا في الجزء اللي قريناه عن موسى والشعب. موسى خد الشعب وراح عند برية اسمها برية صين، برية صين، ونزلوا في بقعة اسمها قادش. والكلام ده كان قبل ما بعد ما خرجوا من مصر بحوالي 38-39 سنة، يعني كان فاضل لهم قد ايه ويخشوا ارض الموعد؟ حوالي سنة وشوية، بالكتير سنتين. ولما وصلوا لهذه البقعة حصلت مخاصمة، الشعب خاصم موسى وهارون، خاصمهم يعني اختلفوا بالكلام، زعقوا في بعض، وكانت مشكلة كبيرة. والشعب قال لموسى: انتوا جبتونا هذا المكان الرديء اللي ما فيهوش لا زرع ولا مية، طب انتوا نازلين فين؟ نسيتوا البقعة اللي انتوا نازلين فيها؟ انتوا نازلين في بقعة اسمها قادش، اي القداسة. وفي القداسة قامت الخناقة بين الشعب وبين موسى: انتوا جبتونا هنا ليه؟ وده كان الشعب في العصيان، الشعب في العصيان. وافتكر الشعب انه بيتخانق او بيخاصم موسى وهارون، لكنه كان في الواقع بيخاصم الرب نفسه. نقرأ كده هذه الكلمات: هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل موسى وهارون، صح؟ لا، حيث خاصم بنو إسرائيل الرب. في البقعة المقدسة خاصم بنو إسرائيل الرب. وكان رد الرب سريع وعاجل وحاسم، يقول كده: جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية جربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي. ما نفتكرش ان دي كانت اول مرة، معلش يا رب سامحنا. ده الشعب خاصم الله مرة ومرة ومرة وعشرة، ده غير الخطايا الأخرى اللي عملوها، عبدوا العجل مع هارون إلى آخره. وكانت النتيجة أن الرب لم يسمعوا لقولي، عشان كده هذا الجيل ما فيش حد منه هيخش الأرض الموعودة، ولا واحد من هذا الجيل لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم. وطلعت المية من الصخرة، وسميت هذه المية ماء مريبة، وكلمة مريبة يعني مخاصمة أو شجار. فأصبح هذا الماء بدل ما يكون ماء الحياة أصبح ماء الخصام بين الشعب وبين الرب. عشان كده داود لما يتكلم الشعب ويفكرهم بالحادثة دي يقول كده ايه: فلا تقسوا قلوبكم كما في يوم مريبة، في يوم مريبة يوم اتخصمتم مع الشعب. ويجي يهوذا يفكرنا بهذه الكلمات احنا الذين انتهت الينا اواخر الدهور، يقول كده: فأريد أن أذكركم أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. لكن مش بس كانت الصخرة دي صخرة الشعب في العصيان، لكن موسى وهارون أيضا في العصيان. مش بس الشعب اللي عصى الرب، مش بس الشعب هو اللي ما قطعش الرب، لكن موسى وهارون، القائد والكاهن، القائد والكاهن لم يطيع الرب.
الرب قال لموسى خد العصاية وخد هارون أخوك وخد الشعب وقدام الشعب كلموا الصخرة. راح موسى فعلا عمل كل شيء، خد الصخرة وخد الشعب وخد هارون وراحوا عند الصخرة، بس عمل تغيير بسيط جدا في كلمات الرب. بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة مرتين، وكانت نتيجة عدم الطاعة نتيجة عصيان، انه الرب قال لهم كما مات الشعب او الجيل المعاند انتوا كمان مش هتخشوا ارض الموعد، انتوا كمان لن تقود الشعب وتدخلوه ارض الموعد. وده اللي حصل بحذافيره. الشعب بعد ما كان في قادش ارتحلوا وعدوا، طبعا احنا عارفين الفكر القصة انهم حاولوا يعدوا من ارض ادوم، ادوم رفض، فلفوا حوالين ارض ادوم وعدوا وطلعوا في الشمال. وبعد ما عدوا وطلعوا في الشمال الرب قال للموسى اسمع يا موسى، خد هارون اخوك وخد اليعازر ابن اخوك واطلعوا على جبل هور. كانوا وصلوا عند جبل هور، قالوا اطلعوا على الجبل هور وهناك اخلع لبس هارون لبس الكاهن رئيس الكهنة، اخلع هذا اللبس وضعه على اليعازر ابنه، وهناك يضم هارون أي هناك يموت هارون. كل ده لأن موسى حب يعيش اختبار قديم فات عليه 38 سنة لما ضرب الصخرة. مش معقول يا رب بكلمة يعني، طب خليني أرجع أعمل زي زمان، وبدل ما هضرب الصخرة مرة هضربها مرتين. لا، ويقول لهم الرب كده، من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيكم إياها. ومات هارون وكمل الشعب الرحلة بتاعته ووصل على ضفاف نهر الأردن من الناحية الشرقية، ووقفوا خلاص قدام في مقابل أريحة، وكان في جبل هناك اسمه جبل نبو. والرب قال لموسى سيب الشعب واطلع على جبل نبو، وهناك ضم موسى ومات موسى ودفن بيد الرب ولا يعلم أحد مكان قبره. موسى كان على بعد خطوتين من الوعد ورفض، ونسي موسى الرسالة اللي كان قالها للشعب زمان. موسى كان قال للشعب تحب الرب إلهك وتسمع لصوته لأنه هو حياتك، تسمع وتحب لأن الرب هو حياتك، ما تسمعش ما تحبش النتيجة معروفة. لكن لا الشعب ولا موسى ولا هارون أطاعوا فكانت النتيجة. عايزي عزيزي أقولك وأقولك أن الخسارة هتكون كبيرة والكارثة هتكون صعبة لو وقعت عليك صخرة العصيان، لكن مش بس صخرة العصيان، لكن صخرة الكنيسة والطاعة. ذهب الجيل القديم ومات، وجه الجيل الجديد، وجه القائد الجديد يشوع، وخد الشعب وعبر به نهر الأردن ووصل إلى أسوار أريحة، أسوار عالية قوية بعيدة عن المنال. وهناك بقى أصبح بلا حول ولا قوة، والرب قال له خريطة الطريق، قال له أنا هقول لك على الحاجة اللي تعملها يا يشوع، تجيب الشعب والكهنة وتجيبوا تابوت الرب
وتلفه لمدة 6 أيام كل مرة كل يوم مرة واحدة حوالين المدينة وتضربه بالأبواق. في اليوم السابع تلفه 7 مرات وتضربه بالأبواق برضو، بس يهتف الشعب الهتاف العظيم لما أنت تقول. في المرة 7 هتف الشعب هتاف عظيم فسقطت أسوار أريحة، وبالتالي سقطت أريحة في أيديهم دون حرب دون موت دون إصابات. طب يا رب ما كان من الأول، مش أنت اللي هتعملها؟ يعني أنت اللي أسقطت الأسوار في اليوم السابع في اللفة 7، طب ما نعملها في اليوم الأولاني بدل ما نعملها في اليوم 7 مرات والشعب كله تعبان جاي من برية والشعب كله فيه الساقة من وراء الساقة، يعني التعبانين اللي ما بيقدروش يمشوا. يا رب 6 أيام ب6 مرات واليوم 7 7 مرات يعني 13 مرة، طب ليه؟ الله مش كان عايز يعذب الشعب؟ لا، الله كان عايز الشعب يطيع، وأطاع الشعب وسقطت الأسوار. عشان كده يجي الرسول بولس ويقول هنا كلمات كأنه كان بيلف معاهم وكأنه عايز يخلينا نلف معاهم. يقول هذه الكلمات: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية. ورجعكوا لأفسس لما بيذكر لستة الأسلحة ما تلاقيش فيها أسلحة جسدية، ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، على هدم أسوار عالية، أسوار مشكلات، أسوار خطايا، أسوار عالية ستهدم هذه الأسوار. طب إمتى يا بولس؟ يكمل الآية ويقول لنا متى كملت طاعتكم. عايز أستهدم أسوار في حياتك، مشاكل كالجبال، خطايا لا أستطيع أن أتركها، متى كملت طاعتكم. وأهم طاعة مطلوبة النهاردة هي اللي قالها الرسول بولس لما اتكلم في أريوس باغوس، يقول كده: الآن فالله الآن يأمر جميع الناس أن في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. فالله الآن، والآن تشمل دلوقتي، ما تستناش لبكرة، ما تستناش للساعة اللي جاية، الآن يأمر جميع الناس. وما افتكرش ان في واحد مننا يخرج عن جميع الناس ان يتوبوا في كل مكان ان يتوبوا، وهذا المكان من ايضا من كل مكان من كل الأمكنة يأمر ان يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. عشان كده يا كنيسة المسيح خلينا نتبع السيد الرب نفسه الذي قيل عنه في رسالة العبرانيين: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. تمم الطاعة تأخذ كل شيء. طيب نقرأ مع بعض الجزء الثاني، بيقول: فوقف جليات ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول؟ اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي
وأخذ داود عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملسم من الوادي وجعلها في كنف الرعاة. كنف الرعاة اللي هو الجراب بتاعه، في كنف الرعاة الذي له، أي في الجراب، ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود، ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع، وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في جبهته. ارتز يعني فحر مكان ودخل وقعد جوه. فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. مش عارف الريموت بطل يشتغل يا رزة، لو تقدري. ودي كانت زلطة الإيمان اللي خدها داود، زلطة الإيمان. ودي الزلطة اللي غيرت مسار الحرب في هذه الموقعة. كان الجيش اجتمع ليحارب، ووقف واحد بس خوف الجيش، الجيش خاف وتراجعوا، والملك راح استخبى في القصر، وبقى 40 يوم وهذا العملاق يعير شعب الله. لكن الزلطة بتاعة الإيمان الصغير، إيمان صغير، جه الولد الصغير شاب كان عنده 15-16 سنة، جه واستحقره الجميع، اخواته قالوا له يلا ارجع يلا روح بقى، احنا يعني انت هتجيلنا كمان، روح ده انت جاي تجيب لنا شويه اكل، روح. واستحقره العملاق وراح لقصر الملك، قال له ما انت ما تنفعش، انت صغير ما تنفعش، ما تقدرش. لكن هذا الشاب كان عنده الإيمان الصغير، إيمان صغير، وده اللي قال عنه الرب يسوع: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. وراح الشاب بزلطة صغيرة وبمقلاع صغير وقتل العملاق الكبير. لكن مش بس كان إيمان صغير، كان إيمان عظيم، إيمان عظيم. هذا الإيمان العظيم أسقط العملاق، هذا الإيمان العظيم اللي قال عنه الرب يسوع: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيحصل. لكن الأهم مش بس الجبل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يا سلام يا سلام، هذا الإيمان يقول لنا أنه لا يكون شيء غير ممكن لديكم. ده الإيمان اللي يسقط الجميزة إلى الأرض، هو ده الإيمان اللي أسقط أسوار أريح. لكن مش بس الإيمان العظيم، لكن الإيمان النادر، إيمان نادر قليل لما تلاقيه. ده الإيمان اللي شافه الرب يسوع في الست اللي قعدت تلح على قاضي الظلم، وختم الرب يسوع هذه القصة وقال لهم: متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. ياه، نادر قوي للدرجة دي، لغاية ان انت يعني ترى انه غير موجود، غير موجود.
وبعد ما جاله قائد المئة اللي حب الرب يشفيله العبد بتاعه يقول له كده، يقول الرب يسوع: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. إيمانا بمقدار هذا، هو ده الإيمان اللي بيطلبه الرب منك. القراية الثالثة اللي هنقراها مع بعض بيتكلم فيها الرب إلى ملاك كنيسة برغاموس ويقول له: من له أذن من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. وهنا نشوف سر الحصاة، وبسميها حصاة الغلبة أو حصاة الانتصار. ودية الحصاة اللي بياخدها الفائز الأول، الفائز الأول. ودي كانت حصاة كما اعطيت في الألعاب، ان الفائز في السباق المتقدم في السباق بعد ما يوصل الأول يعطونه حصاة بيضاء، رمز التقدير من الحاكم أو التقدير من الشخص اللي بيدي الجوائز. وهذه الحصاة هي تقدير الله لذلك الإنسان الذي يجاهد في السباق ويصل هناك، الإنسان الذي أكل من المن النازل من السماء، وعندما يصل هناك سيأكل من المن المخفى ويأخذ في يده حصاة بيضاء. وما ينفعش أبدا أي واحد يخالف شروط السباق أنه يأخذ هذه الحصاة. فمرة كان في سباق دراجات وقفشوا واحد، بدل ما يمشي في السكة اللي هم مفروض يمشي فيها عمل شورت كات علشان يسبق واتظبط، مع انه وصل الاول، لكنه لانه لم يسر حسب القوانين رفض. الذي يريد ان يأخذ هذه الحصاة وهذا التقدير من يد الرب لابد ان يجاهد الجهاد الحسن، الجهاد القانوني، الجهاد القانوني. عشان كده الرسول بولس يكلم تيموثاوس الشاب في رسالته الأولى ويقول له كده: جاهد جهاد الإيمان الحسن القانوني الصحيح، جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، واعترفت لاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. وفي آخر حياته، في آخر كلمات يكتبها، رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 6 أصحاح 4، يكتب هذه الكلمات الصغيرة ويقول لتيموثاوس: تيموثاوس، قد جاهدت الجهاد الحسن، الجهاد القانوني، الجهاد الصحيح، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. الذي إكليل البر، التقدير الإلهي لي الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. التكريم مش هاخده، مش هاخده من الناس، ده أنا هاخده من إيده هو شخصيا. لكن يتبعها بجزء مثير وجميل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. ليك تكريم مستعد تاخده، جاهد جهاد الإيمان الحسن. لكنها مش بس جهاد الفائز، هي حصاة الاسم الجديد. على هذه الحصاة يوجد اسم جديد لا يعرفه إلا الشخص الذي يأخذ. وهذا الاسم صحيح كلنا سنكون في الأمجاد، لكن هناك
تخدير خاص بحصاة خاصة عليها اسم جديد لا أعرفه إلا أنا. هناك تقدير خاص لأن نجما يختلف عن نجم في المجد. وسبقنا الرب يسوع بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم أعظم. وياخد كاتب العبرانيين حوالي 3-4 أصحاحات في أول رسالة العبرانيين ويورينا إزاي أن الرب أعظم من الملائكة من القادة من الكهنة من كل إنسان ومن كل شيء صائرا أعظم. عشان كده هو يتقال عنه هو الأسد الذي غلب الذي من سبط يهوذا. هو الجالس على الفرس الأبيض الذي أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. وله اسم مكتوب على ثوبه وعلى فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. اسم خاص ملك الملوك ورب الأرباب. سيكون لك هناك اسم خاص. عشان كده ده الوحيد اللي نقدر نقول به وله يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. خلينا نصلي. يا سيدنا الرب نحن نشكرك لأننا في ذواتنا لا نستطيع أن نطيع، لكننا ننتظر منك خريطة الطريق ودفعة نستطيع بها أن نطيع. يا رب قد لا نعلم كيف ننتصر وكيف نغلب وكيف نصل فتسقط أسوار مشكلاتنا وخطايانا. ساعدنا سيد حتى نرى فيك القوة التي تمنحنا الانتصار. ساعدنا يا سيد حتى تكون أنت سبب انتصارنا فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا. في اسم ربنا يسوع آمين. اللي يحب يقدم عطايا زي ما قلت في الباكتس برا، و افتكر ما فيش اي اعلانات اخرى. طيب طيب خلينا نقف مع بعض ونختم عبادتنا بترنيمة جميلة جدا من الزمن القديم. الترنيمة بتقول في المسيح يعظم انتصارنا. فيها الحياة بيه وعايز
عيني كل دمعي واهبا لي الخلاص. يا سيدنا الرب لا نستطيع إلا أن نشكر ونذكر. ساعدنا حتى نعني ما علمتنا أن نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. Thank you.